روائية وكاتبة بريطانية، ولدت عام 1890 في إنجلترا. اشتهرت بأنها أفضل كاتبة روايات بوليسية في التاريخ. سيدة هذا الأسبوع هي الكاتبة أغاثا كريستي. لم تدخل أغاثا أي مدرسة أو جامعة، واقتصر تعليمها على التعليم المنزلي. تزوجت عام 1914 العقيد في الطيران الملكي البريطاني أشبيرالت كريستي. طوعت أغاثا في أحد المستشفيات كممرضة لتداوي الجرحى. عملت أيضا صيدلانية، مما جعلها ملمة بأنواع الأدوية والسموم المختلفة، وهو ما خدمها لاحقا في نسج حبكاتها البوليسية. حين بلغت 30 من عمرها نشرت لأول مرة رواية، وهي قضية ستايلز الغامضة على شكل حلقات في صحيفة بريطانية. بعد 12 عاما تدهورت علاقتها بزوجها، واكتشفت أنه كان يخونها، لتدخل في صدمة كبيرة. في تلك الفترة وقعت حادثة غريبة ولها أكثر من تأويل، حيث اختفت أغاثا 11 يوماً، وتصدرت أخبار اختفائها الصحف البريطانية، وشارك في البحث عنها آلاف المتطوعين، وتم الاشتباه بأن زوجها قد قتلها. عثر عليها بعد ذلك في فندق في الضواحي، وتبين أنها كانت مصابة بفقدان ذاكرة جزئي، وبعد فترة تم الطلاق بينها وبين زوجها. تقول أغاثا في سيرتها الذاتية إن الطلاق من أشبيرال حولها من كاتبة هاوية إلى محترفة، لأنها اعتمدت على الكتابة في إعالة نفسها. وبعد 4 أعوام تزوجت من عالم الآثار البريطاني ماكس مالوين. توالت نجاحات أغاثا وتربعت على عرش الرواية البوليسية. زارت الكثير من بلدان العالم وانعكس ذلك في أعمالها. دخلت موسوعة جينيس لأن كتبها هي الأكثر مبيعاً على مر التاريخ، وترجمت أعمالها إلى أكثر من 100 لغة. فازت بعدة جوائز وحظيت بكثير من التكريمات. من أبرز أعمالها جريمة في قطار الشرق السريع، ثم لم يبقى أحد، جريمة في بلاد الرافدين. توفيت أغاثا عن عمر يناهز 85 عاما، وتركت إرثا أدبيا مهما.